وسهلا زميلي محمد وبالمشاهدين الكرام، وأشكر لك إتاحة هذه الفرصة للانضمام معك في هذه الحلقة. أستاذ سلمان، هل فعلا تأغلق المسجد الأقصى؟ نعم نعم أخي محمد، تم في يوم الجمعة إغلاق المسجد الأقصى في وجوه المصلين، مما حقيقة أثار عند المسلمين وعند العرب بشكل عام استنكارا لمثل هذا الفعل. أيضا مما لوحظ في إغلاق المسجد الأقصى، هناك كثير من التعامل الهمجي حقيقة من الكيان الصهيوني تجاه المسلمين. أيضا ممن استنكروا هذا الفعل رابطة علماء المسلمين في حسابهم في تويتر، حيث قالوا إن قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين فيه جرأة على الأمة وامتهان لها، فعلى عامة المسلمين التداعي لنصرة الأقصى بكل وسيلة ممكنة. هل فعلا أستاذ سلمان أصيب إمام المسجد الأقصى، وهل هنالك إصابات؟ نعم نعم أخي محمد، وقعت هناك إصابات، ومن ضمن هذه الإصابات إصابة إمام جامع المسجد الأقصى، وهذا حقيقة يتبين به ما يقوم به جنود الاحتلال والكيان الصهيوني في عدم مراعاة الشيوخ الكبار ولا الشفقة على الأطفال ولا الرحمة بالنساء، وذلك كما يدعون هو مبدأ الإنسانية، ولكن ما يفعلونه أمام أو تجاه المسلمين لا يمثل ذلك في الحقيقة. طيب أستاذ سلمان، هل فعلا هنالك انتفاضة للشعب الفلسطيني تجاه الظلم الصهيوني، وهل هنالك غضب إسلامي وعربي تجاه ذلك؟ نعم أخي محمد، هناك حقيقة انتفاضة قوية من الشباب الفلسطيني، وأعتذر منك أخي محمد لو خرجت عن نص أو خرجت عن النص، ولكن حقيقة مما يلاحظ في الشباب الفلسطيني القوة والصمود تجاه هذا الاحتلال، حيث يقف الشاب الفلسطيني من غير سلاح ولا من هذه الأشياء تجاه هذا الكيان الصهيوني وهو بالأسلحة، فهذا يتبين فيه قوة هذا الشباب المسلم، قوة هذا الشعب الفلسطيني. وأيضا يتبين حقيقة من انتفاضة الشعب الفلسطيني وظهور الحشود لنصرة هذا المقدس العظيم وهو المسجد الأقصى، حيث لا يخفى على الجميع هو أول قبلة للمسلمين وثالث الحرمين الشريفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث، وذكر منها المسجد الأقصى. طيب أستاذ سلمان، ما هو برأيك الحل الأمثل للأزمة الفلسطينية تجاه ذلك؟ حقيقة الحل الأمثل في ذلك هو وقوف جميع المسلمين والعربيين أيضا، بل العالم بأسره، مع الشعب الفلسطيني وما يواجهه من الظلم من تجاه جنود الاحتلال والكيان الصهيوني، وهذا واجب على كل مسلم، بل واجب على جميع الشباب الذين يرون إخوانهم الشباب في فلسطين وصمودهم ووقوفهم أمام جنود الاحتلال. نعم بارك الله فيك أخوي سلمان. بالنسبة للأوضاع في المسجد الأقصى وإغلاقه اليوم الثامن بإغلاق، يمر وندخل في اليوم الثاني بإغلاق مسجد الأقصى، وكما وصلنا من أستاذنا الصحفي يونس حساسنة، تمنى برضو نأخذ مع اتصال ونأخذ مع مداخلة. كما وصلنا أنه اليوم الثامن يمر بإغلاق المسجد الأقصى، وأن هذا الإغلاق لم يكن مؤقت، هذا الإغلاق كما أخبرنا أنه منذ سنوات، وهذا الإغلاق يمر المسجد الأقصى بإغلاق المسجد منذ أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات، يتم إغلاق المسجد بعد صلاة العشاء بنصف ساعة، ويكون يدخل شرطة الاحتلال إلى المسجد لتفتيش المسجد كما يدعون، ويخرجون جميع المصلين، ولا يسمح للمصلين بالبقاء في المسجد الأقصى
والفلسطينيين إلا في العشر الأواخر فقط من رمضان، وبعد أيضا منازعات والكثير من المشاكل مع شرطة الاحتلال. وكما خبرنا أيضا المراسل من قلب الحدث الأستاذ يونس أنه يغلق المسجد الأقصى طيلة الأيام قبل أن يغلق هذه الفترة 8 أيام الماضية، أنها تغلق أبواب المسجد الأقصى وتحصل عليه حراسات مشددة من شرطة الاحتلال، حتى أنه لا يدخل الشباب ولا يدخل المصلين إلى المسجد إلا بعد أن يتأذوا ويتأذى الكثير منهم، زعم منهم لسلامة المسجد الأقصى، وسلامة المسجد الأقصى لا يكون إلا من هذا العدوان الصهيوني كما يدعون. والشاب الفلسطيني لا يزال يقف ويتمنى أن يصلي في هذا المسجد ويتأذى ويجد الكثير من الأذية. نرى كما ترون الآن في اللقطات والمشاهد اعتصام الكثير من الشباب الفلسطينيين ووقوفهم وتمنيهم لدخولهم المسجد الأقصى، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يأتي زمان يتمنى الرجل أنه يبيع ما سلام. يملك ويبيع ما يملك ويشتري موضع يشتري موضع قدم يرى فيها مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي هو أول قبلة، هو أول قبلة للمسلمين، وهو ثالث الحرمين، هو الحرم المكي والحرم المدني والحرم الأقصى، هو مسجد مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أعرج إلى السماء ومنه أنزل من السماء صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يفرج عن إخواننا الفلسطينيين وعن الأمة الإسلامية بشكل عام. جزاك الله خير، شكرا، جزاكم الله خير، فقرة جميلة. الأخ يونس بما أنه ما رد، لكن في أي وقت تستطيعون أن تلتقطوا الاتصال بإذن الله نأخذ الاتصال، لأنه يمس قضية مهمة حقيقة وهي قضيتنا الأم، قضية فلسطين. تفضل يا سلمان. جميل، أتمنى أن يختم محمد. تفضل. في ختام نشرتنا الإخبارية لا يسعني إلا أن أقول لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. اللهم طهر المسجد الأقصى من أيادي اليهود واكتب لنا الصلاة فيه. دمتم وطابت أوقاتكم بكل خير. كان معكم من التقديم محمد الطلاسي، جروب نعنشة، المجد. السلام. تكمل العافية شباب. ما شاء الله.